بين تحذيرات أمريكية واستنكار كردي وتراخ روسي، تقف تركيا موقف المزهو بانتزاع انتصار في معركة لم تبدأ بعد. هكذا يبدو المشهد اليوم بعد تطورات متلاحقة في الأوضاع شمال شرق سوريا. الولايات المتحدة انتحت جانباً مفسحة الطريق لبدء عملية عسكرية تركية طال انتظار أنقرة لها، تهدف بحسب المزاعم التركية لحماية حدودها مما تصفها بالجماعات الإرهابية، في إشارة إلى قوة سوريا الديمقراطية. وزارة الدفاع التركية سارعت إلى الإعلان عن استعدادها الكامل لبدء التوغل، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حد من سقف التطلعات العسكرية التركية بتحذيرات شديدة اللهجة. إذا ما قامت تركيا بأي شيء خارج الحدود فإننا سوف نؤذيها بشدة في اقتصادها. توضيحاً لتصريحات ترامب، أكد مسؤول أمريكي أن المقصود ليس انسحاباً وإنما إعادة نشر للقوات داخل سوريا. سوريا الديمقراطية التي فوجئت برفع الغطاء الأمريكي عنها طالبت واشنطن بتوضيح لكنها لم تحصل عليه حتى الآن، بينما وجهت اتهامات لأنقرة بإخفاء أهداف أخرى خلف ذريعة حماية الحدود. نية تركيا ليست تأمين الحدود وإنما هي احتلال مزيد من الأراضي. وفيما يستعد الأكراد لخوض معركة تبدو غير متكافئة الأطراف، لا يبدو النظام السوري منزعجاً من التدخل العسكري المرتقب، حيث سارع إعلام النظام ووسائل إعلام روسية إلى الإعلان عن هجوم تركي على أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في تل الطويل بالحسكة، وهو ما نفاه المرصد السوري ونفته لاحقاً تصريحات مسؤولين أمريكيين. عليا عز الدين، الحدث.